صباح الخير بنات، صبحتوا اخباركم كي راكم؟ طبعا راه 9 قبل 4 و خواتاتي لباس خرجوا، يعني راحوا للمعسكر السيق عندهم صوالح يفروهم، وطوني قال لي راني نوضت عليه الباب. الحقيقه بينا ماشي من نضاري في هذا الوقت، ولكن اليوم كي قال لي نوضت عليه الباب طيروا عليا النعاس، فقلت خلي كيما قال لك معليش نوض نقضي الدار، نقضي شغل الدار، نشوف كي ندير، نضيع شويه وقت بلا ما وليدي انا ما يقروش دروك. مامو هذا ديجا هاد السمانه بالك ما حش نديهم يقرو، ماني عارف باسكو ديجا البارح ما نكيتهم. السبب الاول انه عائشه راه مريضه، وكاين سبب ثاني ماشي شرط نقولها لكم. المهم عائشه راه مريضه البارح حتى 4 تاع الصباح وهي بسخانه تسقدي. شوفوا شعرها مزران شمها، تخيلوا نتوما دوش لها 4 تاع الصباح. المهم انا اش غادي ندير؟ غادي ندخل من الصاله ونطيب القهوه، نقي الكوزينه، نسيق، نعطر الدار، نبخر، بلا ما جا ولاد سوريا باسكو ولاد سوريا هم يقرو يخرجوا على 10:30 نورمالمون ولا 10، زعما خصني نوض باش نوجد القهوه. الحق يا ربي باش نضاري نوض طيب قهوتهم، زعما نضاري معاهم هي اللي تنوض من انا ولادي ما يقروش. جي نايت صباح النور. انا نضاري من كانوا يقرو الفتره المسائيه، يعني انا المدرسه القرانيه تاع ولادي يقرو الفتره المسائيه فقط، يعني حق كاين صباح وعشيه، ولكن انا باش ما تزيدش تكاليف المدرسات ما نقريهم برك عشيه ولا علينا. في حاله انه عايشه حرنت اي باغي تدخل تقرا، هي في حاله انها حرنت وقالت لي دي نقرا اليوم عشيه بالك ديها، استغفر الله. في حاله شفتها ضاربه النحو وقالت لي خليني في الدار هاد السمانه ما حش ندخلهم، يعني السمانه جات باش ندخلهم، ولا شفتها ريحت من السخانه وراها قالت غادي يعني ندخلهم عشيه تما نديهم ولديتهم راح نخبركم. والمهم راح نضيب قهوة خمال الدار بخار الدار نسيق سبلا راه تسير نعمر الماء. الحق كاين سوريا راها معمرة، ولكن دوك نزيد انا شي صوالح مخاويين ونسيق نحل الدار تهوى هذا ما ندير. المهم كش حاجة نشاركها معاكم، ولا بغيت توحشوا لي روتين واليوم لانه البنات ماهمش في الدار راح نصور اليز، لانه ما نبغيش يكونوا يبانوا راكم عارفين الدار واحد كيبقى في الدار يبقى يكون اليز لبستها اليز منه. تماما مبغيش نصور كيكون عندي خياتي ولا ضياف ولا مبغيش نصور تعرفوني فيها طبيعة، كيكونوا عندي ضياف ديفوا نصور لي فلوق وندي الإذن منهم، يعني هما في الدار عندي ونستأذن منهم. مانيش من النوع اللي جاي متطفل أو من النوع اللي جاي يجيب الناس عنده ويصورهم ويطلع بهم مشاهدات، فهذه طبعا فيا الحمد لله. المهم محمود على رأيي التانيك طبعا ولادي هم يبدو معايا في شمبرتي شو شوية ترقد معايا، وحمودة نفرشت لها فيلر يعني باش المهضلة باسكو ما تقدناش يعني تاع جوج بلايص، يعني فرشت لها في الهرد وديجا نخاف ما نكذبش عليكم نخاف لك يعني يطلق يعني فوق الفراش، تما نفرش لها الهرد في الهرد للاحتياط مالغري نوض للطواليت ماشي ما ينوضش، ولكن راكم عارفين الدراري ديفوا تغلبهم حاشاكم وكرمكم الله. المهم نوض نبدا الروتين تاعي وكوي معاكم نهاري. طبعا في الفيديو السابق خصكم راح تنمروا لي وتقول لي رانيا واو الدار عندكم خرمجاش او هذا الخردج او هذا الروينه، ولكن تفاجات بلي بزاف منكم عجبتهم هذه الروينه وقول لي رانيا ما شاء الله يعني الاجواء تاع لمه العائله حسينا بها وتعجبنا هذه الروينه تاع الصباح باسكو هكا كل واحد راقد حدا خو، واحد راقد حدا الكرعين، واحد حدا الرجلين، مانيش عارف ليسونسيال مخلطه الحيه الكرعين والرجلين استغليتهم. المهم راح نرفد هاد الفرن المطار راح نطلعهم فوق نحل ساقناه والدار، نرد الغلافات كل مطرح الغلاف راه منحي نعاود نرد عليه ابغ دوك المطارح الكبار اللي ما حش نرد لهم التفريجات تاعهم باسكو التفريجات نوغ وراهم يتوسخوا لي بزاف راكم عارفين مع الدراري ماغري نوغ ولكن راهم يتوسخوا يتخرمجوا يقعد غير يسقم سقم سقم، نحيتهم ضربه وحده ولينا كنبغوا نرقدوا في الليل نفرشوا لهم فوقهم مطارح الحفا خفاف ولا دراوات ولا شي حاجه خفيفه وصاي هذا بكال. المهم بعد ما وريت لكم هذاك الروينه رحت شعلت محمد ولدي تيلبس كاني غير انا وولادي زوج تما خواتاتي راحوا ديك التي ثاني حالته باسكو انا الصاله مانيش ندخل لها الدراري كاع نهار هما فيها حالتها ملبص كاع. خرجت الحليب طبعا ميسلكها غير الحليب تاع شكاره تاع 2005 طبعا بالنفطه عليه تعرف في بالبونيا، درت البريق تاع القهوه باش نصب القهوه نتقهوى انا ولادي بلا ما جا ولاد اختي باسكو خواتاتي ما عرفش يجوا حتى العشيه، يعني هذيك هي المسافه تاع تاع ماسكر كيما هكاك تما بعيده يا ربي 3 سوايع باش يلحقوا الي ومن بعد 3 سوايع رجوع هذيك هي. بالنسبه للترمويات راح نغسلهم ندير فيهم قطره تاع جافيل طبعا ما نحكمش هكا ولا من الداخل لا ندير لهم ما سخون وندير جافيل من بعد كي نعاود نشل لهم غايه الغايه هذا ما كان، يعني هذه هي الطريقه تاعي
باش نغسل الترمويات، وفي نفس الوقت من باش ندخل في وسطهم الحبل نخاف لا يخزروا، باسكو واحد الخطرة واحد العام دخلت الحبل في وسط الترمو ايا و اسيت هكا قعدت نزعزع فيه، قعدت هكا نحرك في الترمو هكا نخض فيها تا فوق كاع شغل هاديك كشغل هاديك الزداجة تصحك شغل تخفت. اي ما وليتش ندير هذيك الحركه. المهم صبحوا عليكم ولادي، درت لهم كاس قهوه كاس حليب كاس حليب، ودرت لهم الخبز بالفرماج حبه فرماج. اي نقدم تحيه خاصه وخالصه ومحبه وشكر لصديقي وكما قال لك حبيبي الحالي الشوفاج يا اختي، بديت بالشوفاج شحال حتى هو ثاني باش الدار تحمالي. ومن بعد كاين البنات مور ما شعلت الشوفاج غادي ندخل للشومبر تنخمم الشومبر تاعي باش نروح نغسل القش، باسكو السباله راه تسيل قلت نبروفيتي لوكازيون نغسل القش مادام الدراري ماهمش هنا الكرعين راهم مقلال قلت نغسل القش في عرضي. المهم شومبرتي هنا ديجا ولادي راهم يرقدوا معايا انايا، واحد يرقد في الارض والاخرى ترقد معايا الفوق شفت ترقد الفوق ومحمد يرقد في الارض. وطبعا البنات ما قديتش نكمل ديجا هنا، ديجا كنت كملت خملت شومبرتي مسحت الطاب دي نوي لاكوافيز مسحتهم نقيتهم. هذه المجموعه تاع البخور جبتها ديجا من ليبيا كانت هديه، طبعا ماشي انا اللي شريتها كانت هديه، بالك انا شريت هذيك هذيك الزداجه هذا ما كان. المهم جعلت البخور بخلص الدار الله الله ريحه البخور تهبل. ومن بعد كاين البنت شادرت رحت باش نغسل القش، كي رحت نغسل القش يا خياتي بعد ما كملت القش قلبتني البرداس على الكلاب داير حسابي كي نكمل القش نشوف نصور لكم الشكل النهائي كيفاش صورت كملت القش وشحال غسلت. المهم قلبتني حاجهكم برداس على الكلاب موت موت بالبرد وقلبتني الحمه البارده، يعني ايماجيني انت مزوج تاع الظهر وانا مبربره حتى لليل وحتى لليل بالك وانا مبربره. المهم هما كي جاو العشيه خواتي تما ما عرفتش بلاصتي، كي جاو العشيه خواتاتي من المعسكر سوريا درت البغرير تما مع العشيه كما ست ولا كي جاو درت البغرير صورته لكم وهنا كمل الفيديو تاعي تما ما قديتش نكمل لكم الفيديو باسكو مرات داك النهار. كي راكم اخباركم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وان شاء الله كيوصلكم هذا الفيديو تكونوا في افضل صحه وفي احسن حال ان شاء الله. اول حاجه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وثاني حاجه بغيتكم تبارطاجوا لي الفيديو مع الحباب ومع الاصحاب وديروا جيم وتخلوا لي كومونتير شباب كيما كيفكم. المهم حبوباتي على بالي بلي انشغلتوا عليا وتوحشتوني وعلى بالي اني غايبه عليكم الفترة الأخيرة، غبت بزاف لظروف يعني عائلية وظروف نفسية، يعني أعصابي كانت تعبانة الفترة الأخيرة وأون بليس ماما جات عندي كانت مريضة، كانوا إخواتي ضديه في عندي في الدار، فهذا سبب من الأسباب اللي خلتني ما نبانش معاكم في اليوتيوب وغايبة عليكم، ولكن كنت حاضرة في التيك توك يعني بحكم أنني نطلع في الكونت تاعي تاع التيك توك فراني ندير فيه لي لايف ممكن كتر ما ندير لي روتين باسكو بديت نعجز صوري لي روتين. كيكون عندك ضيف في الدار تاكدي بلي ما غاديش تقدري تصوري اليز وما غاديش تقدري تصوري اليز وغادي كيما نقولوا تاع تمونطي المونتاج يكون صعيب عليك باسكو هذيك بانت هذه من له هذه من ليه تكونيش اليز. المهم حبيت ما كنتش نصور لكم نسيت ماكسيمو اني نصور لكم صور لكم كيما نقولوا مقتطفات هذا ما كان يوميات ونشاركهم معكم في تيك توك راح نخليكم تيك توك ديجا تاعي لتحت. حاجه ثانيه حبيباتي بغيت نقول لكم بلي كذبت عليكم في واحد الموضوع باسكو بزاف منكم راه يجري في بريفي راني وانت حرسك رانيا شدتي في حياتك رانيا خطيبك رانيا خطبتي رانيا الخطوبه كيصرا لها رانيا وانت عرسك رانيا وانت غتسافري. بغيت نقول لكم بلي هذاك الموم اللي انا قلت لكم فيه راني مخطوبه هذاك الموم عمر كان داير لي واحد لابريسيون كحله 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 الله كحلها على عديني وعديكم سيد داري لابريسيون كحله رانيا وليلي رانيا نولد جوج الدراري رانيا ما نولو زعما نعيش انا وياك في تركيا وما توليش زعما معايا هكا كوب مرتي زعما ولي غير في وجه الدراري نكري لك ولادي يقعدوا قدامي قدامك ونرد لك الجنسيه وتخدمي على روحك وتقعدي عايشه في تركيا وهذيك تاع ولي انا ما كنتش باغيتها من الاخر زعما ما كنتش باين ولي باسكو صايي فات فيا انايا طلقت وطلبت الطلاق وفات فيها كما قال لك السليمه وكبرت وصلت لدرجه ما كاينش كيفاش نولو فهمتوا يعني صايي. المهم انا باش نيفيتي هذيك تاع رانيا وليلي باش نيفيتي الهضره بزاف والنغاش واللي ما تولي نولي ما نولي منعيه يعني عيانه وما تقولش راني وحدي تحالي ودير تعيط باسكو باينه فيك كي مريضه نصدقوني بلي ما فيها والو يعني مجرد تعب نفسي. المهم كذبت عليكم قلت لكم بلي راني مخطوبه باسكو داك الموم كان يقولي وليلي انا باش نيفيتي شنو قلت له قلت له سي انا خطبت كاش كيفاش ولي لي هذه ما فهمتش كيفاش نولي لك انا خطبت زعما صايي كاش كيفاش. المهم السيد باش عاد قال لي مراته زعما كاين قال لي من باله ما وليش يقول لك نسولي لي وحتى هو خطب خطب وحده زواويه قبائليه طبعا حنا الغرب القبائل نقولهم زواوة ما تستعفوش مني باسكو عندي حبيبتي انا ديجا عندي حبيبتي سموها جيجي قبائليه زواويه يعني على بالها بلي حنا ما تزعفوش عليا يا جماعه تاع انت عنصريه وتقولي زواوة وبعدنا ماشي عنصريه بصح حنا قبائل نقولهم زواوة. المهم خطب داك الموم صاي كي انا سمع بلي صاي خطبت هو تاني مش عارف بحال حال مش عارف ليسونسيال خطب
وعيط لي ديجا قال لي راني خصني غادي نروح نعقدو من خصني مش عارف واحد الكوارت الى اخره. قلت له معليش ربي يهنيك ماشي بروبليم. المهم هذا هو السبب اللي خلاني نكذب عليكم، وعلى بالي غادي تزعفوا مني تقول لي راني كذبت علينا بحاجه كيما هذه. بصح لا غالب يعني انا اضطريت باسكو في المهم الاخير من قلت بلي راني تعبانه نفسيا والى اخره. بزاف منكم قال لي راني علاش ما فيونسي تاعك ما راش معاك في هذا المهم وخليك بوحدك، فهو من الاساس ما كاينش اصلا. فمجرد كذبه قلتها لكم حبوباتي هذا مكان، ونقول لكم بلي الحمد لله راني نحاول كما نقولوا نجاهد، راني نحاول باش نكون اليز، نحاول باش نكون خايه، نحاول باش نكون كما نقولوا مرتاحه، ونحاول باش نرتاح راني نحاول. فاني دايره مجهودي راني كما قال لك نجاهد، اقسم بالله العلي العظيم راني نجاهد. الحمد لله بالنسبه لعائشه ومحمد راهم غايه، راهم الحمد لله رحمه ربي. بالنسبه لماما كانت مريضه فيها ندير ارتاحت يعني الحمد لله احسن، وقبلت الواجب كما قال لك فوتت عليها، درت لها السكانير تعيرات الحمد لله ما فيها والو. مجرد هي يعني كما قال لك تعب نفسي هذا مكان يعني جسديا ما لقيت فيها والو الحمد لله. وبالنسبه للكابه تاع الفاليزه تاعي يعني الفاليزه تاعي موجوده ثاني يعني باين خطر نخرج من بلاصتي تما هذيك موجوده الفاليزه. المهم حبه تقول لي راني ركبت من تركي سمينه، ما هذا ماهوش سمن هذا نفخ. وانا في طبيعه قلت لكم كين كي شغل ندخل في حاله نفسيه صعبه ننتفخ شغل كيما كنت فطر. كان واحد المهم كانوا كيجوا عندي المشاكل ننتفخ بوحدي اوتوماتيكمون ننتفخ. هذا يعني هذا الطبال بيض هذو الحنوك نفخ مش سمن. المهم الحمد لله يعني كلشي على ما يرام تحت السيطره. توحشتكم بزاف، توحشت لي روتين معاكم، توحشت نرجع ندير لي روتين كيما قبل، توحشت تاع رمضان كيفاش كنت زعما ندير لكم لي روتين يوميا. باسكو ديجا عباك وغير تفكرت اشوف عينيا دموع. تخيلوا نتوما يعني انا بمجرد ما كشغل نتوما اقسم بالله هاي بخطيره اختيرا قدامي ودانا غنشوف الفيديو كاع ما يلا علاقتي تحسنت مع دارنا، ولكن حسب لي جبدت عليكم تما وليت لاهية غير مع دارنا مع داري مع الدراري اخواتي تيجاو ومنها بقيت جبدت على اليوتيوب. فهذا الحاجه الوحيده اللي قلت لكم ما نبغيش نصور الكليماتيه، ما بغيتش نصور كيكون عند ضياف باش ما ديرونجيهمش تسمع على بيها جبدت عليكم. وباش ندير ثاني كلي لايف وكاع راكم تشوفوا بلي اللايف اللي راني نديرها راهي تسينيالا، اللي راني نديرها راهي تسينيالا. شي درت هربت للتيك توك، حتى التيك توك ما قالونيش التيك توك زعما ما شاء الله التيك توك تاعي الكونت تاعي راني كنحل لايف لحق 1600 اب في كاع هكا ما قالونيش بالسينيال. فمانيش باغيه نبقى نركز بزاف مع السوشيال ميديا في المومو اللي راهم جايبينها مورايا واحد الناس اللي هما شكون ما على باليش. المهم هذوك واحد الجماعه راهم كيما نقول دوك عاد حليت كونت جديد تاع تيك توك راهم عاده مخليني اليز هذاك الكونت الجديد ما تسينيالاش. بصح القديم كانوا جايبينها بجورتي هو ولاشين، كون دايره اللايف وحده يهبط، كون دايره اللايف وحده يهبط. المهم حبوباتي يعني مورالمون راني شويه عيانه نفسيا يعني قلت لكم شويه ماديا بزاف عيانه سفريا بزاف بزاف عيانه عاطفيا بزاف 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 تشوك بيوك مش عارفه كيقولوها بيغ بوكو عيانه عاطفيا. المهم الحمد لله مهم توحشتكم راه توحشتكم بزاف، توحشت ندير لي روتين معاكم بزاف صوالح توحشتهم. المهم عندي فتره جايه ان شاء الله باذن الله راح نحاول نركز على اليوتيوب نركز على التيك توك. كون تيك توك باسكو على بالكم في البلاد ما يهتموش باليوتيوب قد ما يهتموا بالتيك توك، فراني نسي ماكسيموم راني نطلع الكونت تاعي تاع التيك توك. اذا بكم تنضموا لي سمحوا لي باسكو كذبت عليكم باسكو كنت مضطره نكذب عليكم نبغيكم موت عليكم. عميت عيني اللي عندها عين تاع بلاستيك سلفها لي بلا باسكو على حساب شوف هذه العين راهي راح على سبا دخلت دخلي فيها. المهم حبوباتي نبغيكم نموت عليكم وتوحشكم ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه راح نحاول نرجع للسوشيال ميديا. وقلت لكم راني في التيك توك راني متفاعله يعني ما شاء الله راني متفاعله قلب ورب. المهم حبيباتي وحاجه ثانيه راح نخلي لكم كونت تحت ما دبيكم تدخلوا تابوني فيه باسكو باش تحضروا لي لايف تاعي. وحاجه ثالثه كتبوا لي في الكومنتات قولي راني وراكي وراح غادي تعطيها وراكي غادي تعطيها وراكي رايحه قولي وين غادي نروح باغ اكزومبل باسكو الفاليزه راها توجد وقولوا لي في بيسكم زعما وين راني رايحه. بغيكم موت عليكم توحشكم وان شاء الله يكون عجبكم هذا الروتين اللي قدمت لكم قبل. والحاجه اللي خلتني نحبس هذاك الروتين ما كملتش الصور تاعه باسكو كنت ديجا مرات هاي تسمح فيا اختي كنت سجلت لكم ديجا بديت في الروتين الصباح وقلت لكم بلي ماهوش في الدار. ديجا قلت لكم نبغي نصور كيما يكونوا هما في الدار باش ما نديرونجيش حد. تما كي غسلت القش صاي قلبتني البرده تاع الكلاب، كي قلبتني البرده تاع الكلاب ما كملتش التصوير تاعي. تما هذاك الروتين درت لكم مع هذا الفيديو باش شويه شويه يجي
معكم وانت عليكم نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله في الفتره الجايه راح نرجع معكم. قلت لكم هذا ماشي سمونيه نفخ، ما سمنتي ما سمنتش، هذا نفخ ماشي سمونيه. وانتم تبقاو على خير.